في الواقع سرني حسن التنظيم وجودة التدريب، وأيضا حقيقة يدل دلالة واضحة على الرقي في الأداء والتعليم والتدريب. حسن التنظيم أيضا يدل دلالة واضحة على أنه هذه الكلية الفتية تمتلك من الخبرات الشيء الكثير. الفعاليات الموجودة في فناء الكلية على درجة عالية من التقنية ومن الجودة، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة الدارسين والاستزازة والمعرفة، وكذلك الأطقم التعليمية والكوادر التعليمية على مستوى راقي جدا من العلم. وحقيقة ما شاهدناه كان مستوى متميز. هذا التميز لم يأتي من فراغ، إنما أتى من جهد متواصل لهذه الأكاديمية عبر هذه السنين، وكانت الفقرات بمستوى ممتاز جدا، فقرات متنوعة تجعل من التلميذ عندما يخرج من ميدان التدريب إلى ميدان العمل، ميادين الشرف والبطولة، يكون متدربا ومتسلحا بالعلم والمعرفة. ما شاهدناه اليوم يعد مفخرة، فكل الشكر والتقدير للضباط، وشكرا لمن قام بتدريبهم وتأهيلهم. قدم الخريجون هذا اليوم فقرات متنوعة أجادوا فيها، وظهر ذلك من خلال تمكنهم من أداء مختلف الحركات العسكرية بكفاءة واقتدار. تحية لهذه الأكاديمية الفتية. اليوم ما شاهدته من فعاليات في التخرج كانت شيء لافت للنظر، نعتبره شيء جديد. It was absolutely charming. I enjoyed the police attacking a building. Oh, it was just exciting. They are one of the best in the world, if not the best. The Detective Andrew K. Marchivico with the New York City Police Department. On behalf of the New York City Department, we want to thank the Dubai Police for having us at their graduation. The Dubai Police Academy, state-of-the-art, and with incredible new technology to help the all the students and officers here at the Academy. And we're very proud of our relationship with the Dubai Police. We have a very close partnership. And you know, we're very happy to be here today. So on behalf of the IACP, I want to say thank you to the Dubai Police Department for the opportunity to attend this special event.